الحقيقة يعني لقينا مؤتمر ممتاز، تنظيم ممتاز، كان في معرض مصاحب برضه معرض ممتاز جدا، فكان في إقبال كبير من الأطباء، وكان في قيمة علمية كويسة يعني استفادة علمية، وركشوب، محاضرات كذا، فسجود إكسبيرينس يعني الواحد تجربة كويسة في بلد شقيق أول مرة نزوره طبعا المملكة السعودية. يعني الحمد لله يعني كانت زيارة نشبح فيها ممتازة، وإن شاء الله يعني نحثوا الإخوة الزملاء أن يحضروا مؤتمرات زي هذه لأنها ترفع الكفاءة ويستفيدوا منها.